فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير، فهل المأموم يكبر أو يستغفر أو يسبح؟ نعم، إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هذا في صلاة الليل، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية يا ذكر العذاب تعوذ. هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتصر عليه. نعم.